ده فيديو وانا باكل برقوقه، ما شاء الله اقبالها على الاكل ممتاز جدا، وده دليل على ان هي مرتاحه في الحوض وان التجهيزات بتاعتنا مظبوطه الحمد لله، يعني عكس ما ناس كتيره كانت بتقول ان الحوض ممكن يكون صغير او مش مناسب او الكلام ده كله. الحمد لله هي عايشه مبسوطه والدنيا زي الفل. كمان يعني الواحد لسه ما غير لهاش الميه، انا المفروض اغير لها نص الميه النهارده ما لحقتش يعني، فقلت ما اصور لكم الفيديو كده واوريها لكم. يعني ما شاء الله يعني تربيه السلاحف طلعت حاجه ممتعه جدا، ما تقلش كتير عن تربيه الاسماك. نصيحه يعني اللي قادر يجيب ويجهز حوض للسلحفه هيستمتع بيها جدا يعني. كفايه بس كده منظرها لما بتيجي تطلع على الجزيره بتاعتها وتتشمس كده تحت اللمبه، ممتعه يعني. انتظرونا الفتره اللي جايه ان شاء الله، في فيديوهات هتبقى ان شاء الله هتعجبكم جدا، وما تنسوش الاشتراك في قناه التليجرام اللي لسه عاملها جديده، ان شاء الله هيبقى عليها فيديوهات حصريه مش هتنزل على اليوتيوب. هسيب لك الرابط بتاع القناه في الوصف اسفل الفيديو ده، ما تنساش يا ريت تدعمونا وتشتركوا في القناه. توفيق ان شاء الله لينا وليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.